سيدات شوبينغ هو برنامج اللي هو معروف عالميا اللي حنايا يعني لا برودكسيون ديال رمزي اللي شراو لي دووا وفاش شراو لي دووا خاصنا ولا بد نديروا نفس البرنامج اللي كاين على برا وما كاينش غير فرنسا يعني كان هو على باز ترك من تركيا ومن بعد مشى عبر العالم مشى لفرنسا مشى لالمان مشى بزاف ديال الدول وحنا فخورين وفرحانين اللي قبلنا حتى حنايا من يعني اللي قدرنا نديروا هذا لو كونسيبت اللي معروف يعني كاينين بزاف ديال البرامج اللي معروفين بحال كيفو غاني المليون ولا دو فويس ولا داك جزيره الكنسا ولا ماستر شيف يعني كاينين بزاف ديال البرامج اللي خاصنا ولا بد نديروا دي كوبي كولي وحنا ماشي شفرناهم ولا هذا بالعكس درنا لو ميم كونسيبت وشرينا لي دووا اللي هي لا برودكسيون ديال سيرامزي. سيدة شوبينغ هو النسخة المغربية ديال البرنامج لي غين دو شوبينغ اللي معروف عالميا وخصوصا في فرنسا. شرينا لي دووا الحقوق ديال البرنامج باش نديرو في المغرب تحت اسم سيدة شوبينغ. اختيار ليلى حديوي هو اختيار منطقي، اختيار اللي في محله كنظن، وكنظن بان المشاهدين ان شاء الله فاش غيتابعوا البرنامج غيشوفوا بان فعلا ليلى حديوي في محله. من طبيعة الحال في هذا النوع ديال البرامج لازم دير اللمسة ديالك، لازم تكون اون ادابتاسيون كولتوريل كما كنقولوا، ما يمكنش لينا نديروا 100% البرنامج الفرنساوي. كاين شي حوايج اللي كيوقعوا في فرنسا اللي ما غنديروهمش حنايا، والعكس صحيح، شي حوايج اللي غنديروهم حنا اللي ما غيديروهمش هما. ان شاء الله برنامج سيدة شوبينغ يوميا من اثنين حتى للسبت في لاكسيس براين تايم معنا جوي السبعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.